الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، احنا وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم، نريد ننتهي من الباب، باب الرجاء. قوله صلى الله عليه وسلم: سألوا الله حوائجكم حتى الملح. وأيضا قوله: اطلبوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم. وقبلها: سألوا الله التيسير في كل شيء حتى الشجع النحل النعل، فإن لم ييسره لم يتيسر. صحيح، لكن يظهر أنه قبلها أيضا وقفنا عند قوله: سألوا الله ما بدا لكم. كما قلنا، الدعاء هو لب العبادة، والدعاء هو مخ العبادة، بل الدعاء هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. لذلك قال الله تعالى: سألوا الله، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوا الله ما بدا لكم، يعني كل ما يتبدى لكم من صغير أو كبير أو دقيق أو جليل، لا بد أن تسألوا الله، فإن الله هو الذي يملك عطاء ما تريدون. كما قال الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ما رفع عبد يده لله جل في علاه وهو في حاجة ماسة إلى الله جل في علاه وإلى رضوانه إلا وقد فتح الله عليه بابا من الخير، وسد له الحاجة، وقضى له حاجته، وفرج كربه، ثم أغدق عليه نعائمه. قال: من حوائجكم حتى شسع النعل. لكن هنا ممكن أن نقول: سألوا الله ما بدا لكم، يعني الذي بدا لكم، هذا على التعميم. والتعميم هذا الحق أنه عام مخصوص بالإثم وقطيعة الرحم. فسؤال الله جل في علاه بالإثم أن يسأل الله جل وعلا ما لم يكن له، كان يسأل الله أن يكون نبيا، أو يسأل الله جل في علاه بمظلمة لأحد، أو يسأل الله جل في علاه على قطع الرحم. فإن سأل الله قطعا للرحم، أو سأل الله متعديا في الدعاء، فهذا لا يقبل ولا يجوز سؤاله ولا يجيبه الله جل في علاه. فقال: أسأل الله ما بدا لكم. قلنا عام، هو عام مخصوص بهذا، عام مخصوص بهذا. فقال: فإنه إن لم ييسره لم يتيسر في أمر شسع النعل. فإذا السؤال هنا لا بد أن يكون في طاعة ولطاعة، سواء للدنيا أو للآخرة، لأن أمر الدنيا فتحها الله جل في علاه، لم تتيسر لن ييسرها الله جل في علاه. فيكون عام مخصوص، ولكن أيضا فيه إظهار على أن الإنسان إن كان عابدا لله جل في علاه لبيبا، لابد ألا يترك الدعاء لحظة من لحظات حياته، ولا في حال من أحواله، ولا في موضع من مواضعه. كما قلت، الحسن قال: لا يمنعن أحدكم دعاء ربه جل في علاه، لا يمنعن أحدكم ما يعلم من نفسه أن يدعو ربه جل في علاه، فإن الله استجاب لإبليس. لكن كما قلنا، هذا الأمر على ما قيده الشرع. قال: حوائجكم. هنا حوائجكم صراحة هذه أيضا تأخذ بالعموم، لأن هذا جمع مضاف، هذا جمع مضاف، والجمع المضاف كما قلت يعم، فيعم خيرات الدنيا والآخرة. قال: حوائجكم حتى شسع النعل، فإنه إن لم ييسره الله جل في علاه لا يتيسر. ففيه كما قلنا العموم الذي يرد به الخصوص، وفيه أيضا سؤال الله جل في علاه التيسير، ومع ذلك أنه لا لن ييسر للمرء في أموره في صغيرها ولا كبيرها إلا إذا يسره الله جل في علاه. حتى الطاعة والتوبة والأوبة وسرعة الفيئة، حتى القرب من الله جل في علاه، وهو يحبه الله، لا يستطيع المرء أن يتقدم بين يدي الله جل في علاه طاعة وعبادة واستغفارا وتوبة إلا بالله. ولن يتيسر للمرء حتى الأنفاس التي تدخل أو تخرج لا تكون إلا بالله جل في علاه. حتى ولو كان المرء يريد القيام من جلوسه، والله لا يقوم إلا بتيسير الله جل في علاه. لذلك نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حينما قال: وإن لم ييسره الله لا يتيسر بحال من الأحوال. وهذا أمر جلل، هذا الأمر أمر جلل. فلابد الإنسان أن يعلم أن الله جل في علاه إن لم ييسر له أمره لن يتيسر. ولذلك قال: سألوا الله التيسير في كل شيء حتى الشسع في النعل، فإنه إن لم ييسره الله جل في علاه لن يتيسر. هذه المسألة فيها قوة عقيدة عظيمة جدا، وفيها
نظر دقيق للمتعبد لله جل في علاه الذي يحسن التعرف على الله. الآن أنا أقول أين قوة العقيدة في قولي إن لم ييسره الله لم يتيسر؟ أراد شيئا هائله أسبابه، لا محمد حجر قال ذلك، النظر بعينين، عين الشر وعين الدعاء. كنت أريد يعني من يحسن النظر في المسألة بأسرها، التوكل على الله في كل شيء، فإن شاء كان وإن شاء لم يكن، إنما ييسره لم يتيسر. يمكن النفوس الزكية من أقرب هذا. أيضا إذا رشان هاله أسبابه في الأرض الكونية شخصين أغلى طيب أولياء الله في كل شيء، إذا رشان قال له كن فأكون. طيب أنا كنت أردت منكم شيء واحد بس، وهو أن تعلموا بأن هذا الحديث من أهم ما فيه هو أنه ميل القلب ميلا كاملا لله جل في علاه. كان المقصود من ذلك أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشسع في النعل فإن لم يتيسر لم ييسر الله لم يتيسر، هذه معناها أن كل صغير وكبير بيد الله جل في علاه. هذه تجعل في هناك أمور للمكلف لابد أن يفهمها، أنه حتى الأنفاس التي تدخل وتخرج بيد الله جل في علاه، فجمعية القلب تميل لله جل في علاه، فسيعلم المرء أنه لابد أن يوجه كل ما كان عابدا لله به، كل ما تمكن القلب من اليقين وحسن الظن لله جل في علاه عقيدة، وأيضا يتوجه بجمعية نفسه وعبادته لله جل في علاه حتى لا يلتفت القلب لغير الرب. لذلك نبين له عامة هذه المسألة أنا أردتها، ولأنني أقول بأن وجهة النظر أن العبد إذا نظر إلى الدعاء وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه العبادة وأنه مخ العبادة، يفهم من ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوجه قلب المؤمن اعتقادا، قلب المؤمن اعتقادا وعقل المؤمن وروح المؤمن لله وحده لا شريك له. يبقى من يملك أن يعطيك؟ الله. من يملك أن يمنعك؟ الله. من يملك أن ييسر لك كل عسير؟ الله جل في علاه. من يملك أن يغلق عليك بابا أو يفتح عليك بابا؟ الله جل في علاه. وأما الثاني فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سلوا الله حوائجكم حتى الملح، سلوا الله حوائجكم حتى الملح. هذا أي أيضا كما بينت لكم جمعية القلب لابد أن تتجه لله جل في علاه. عندما يقول المرء الملح الملح، نعم الملح لن يتيسر لك إلا إذا يسره الله جل في علاه، كما قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. دعوة هنا أجيب دعوة الداعي، هذه أيضا دعوة هنا نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق في كل شيء أنا أجيبه. ولذلك قلنا قبل ذلك أن موسى عليه السلام قال ربي يعن علي الأمر من أمور الدنيا فأستحي أن أسألك فيها، فقال سلني ملح عجينك وعلف بهائمك. وهذه أيضا كما قلنا توجيه موسى عليه السلام، هو سيد الخلق أجمعين في, 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 في وقته، وخير من وطأ التراب في وقته، وهو عموما من أولي العزم من الرسل. فإن الله جل وعلا يوجهه أن كل شيء لابد أن ترجع فيه لربك جل في علاه، وتكامل التوكل لا يكون إلا بذلك. يعني على المرء أنه إذا تنفس أو أراد أن يذهب يمينا أو يسارا عليه أن يستخير، والاستخارة تفيده جدا في هذا الباب، كأنه يقول أفوض أمري إلى ربي. إذن قال سلوا الله حوائجكم حتى الملح، وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. في قوله صلى الله عليه وسلم اطلبوا الخير دهركم، اطلبوا الخير أيضا الخير، اطلبوا الخير دهركم، ففيه الخير من خيري الدنيا والآخرة، لكن اللبيب القريب كيف يقدم الدنيا على الآخرة. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته وتدعو الله جل في علاه اللهم متعني بأبي أبي سفيان ومتعني بأخي معاوية بن أبي سفيان، قال سألت الله جل في علاه عن أجال مضروبة وأرزاق مقسومة، لو سألت الله أن يدخلك الجنة وينجيك من النار لكان أولى لك. الحق أنه كما قلت كلاما واضحا
جليا أن من طلب الآخرة أعطاه الله مع الآخرة الدنيا. نعم. قال اطلبوا الخير دهركم، يعني وهذه أيضا كما قلت فيها ما أردت أن أنبه إليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يهذب النفس ويميل القلوب بجمعيتها لربها جل في علاه. اطلبوا الخير دهركم، وهذه بعدد الأنفاس بعدد الساعات والثواني التي يعيش فيها المرء، وجب عليه أن يدعو الله جل في علاه في كل صغير وكبير ودقيق وجليل، ولا بد أن يبتهل وأن يتضرع وأن يظهر لله جل في علاه الفاقة والفقر والإعواز والعجز، وهذا كله من الخير للعبد في الدنيا وفي الآخرة. قال اطلبوا الخير دهركم، وهذا أيضا وإن كان على العموم فإنه أيضا مخصوص، لكن كيف يكون مخصوصا؟ يعني هذا وإن كان على العموم فإنه مخصوص، هذا السؤال بقى المطروح هنا، كيف يكون مخصوصا؟ قال اطلبوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم. تسمعونني أم لا؟ مخصوص بالأزمان الفاضلة. هو قال اطلبوا الخير دهركم، لا هذا عموم دهركم ليس مخصوصا، عموم دهركم ليس مخصوصا، عموم دهركم ليس مخصوصا، بحال مخصوص ساعة الغروب الشمس مغربها هذا أمر آخر. الحق أن دهركم ليس مخصوصا، المخصوص في الخير. اطلبوا الخير، قد يرى المرء الخير ولا يكون خيرا له، فالخير الذي يطلبه الإنسان لابد أن يكون تحت قدر الرحمن سبحانه وجل في علاه، لأنه قد يلح المرء في طلب يراه خيرا وليس بخير. وفيها أيضا أن الخير أيضا بعيد عن التعدي، لو كان فيه من التعدي فهذا ليس من الخير، وقد يراه الإنسان خيرا، لأن الإنسان إذا دعا رب أن يكون نبيا هذا كل الخير، وأن يكون مصطفى بالنسبة لله جل في علاه أن يكون نبيا هذا كل الخير، مع أنه تعدي ولا يجوز له أن يطلب الله بذلك أو يطلب من الله ذلك عامة. كما قلت إما أن يكون في ذهن المرء أنه خير وليس بخير، فهذا الله تعالى لا يعطيه إياه، وأنت تعلم أن كل داعي له أمور ثلاثة، إما استجابة الدعاء نفس الدعاء، وإما أن يخبأ له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من البلاء ما هو موازن للدعاء. اطلبوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم، وأضاف الرحمة لله جل وعلا إضافة الصفة للموصوف، وهو بيقول نفحات رحمة ربكم معناها أن هذه الرحمة لا تنقطع بحال من الأحوال، أن هذه الرحمة لا تنقطع بحال من الأحوال، ولذلك قد قال الله تعالى رحمتي وسعت كل شيء، رحمتي وسعت كل شيء، وهذه معناها أن رحمة الله جل وعلا وسعت الصغير والكبير والدقيق والجليل، وسعت الكبائر بل وسعت الشرك، وسعت الشرك نعم وسعت الشرك بشرط التوبة، بشرط التوبة، أما في غير الشرك لا تشترط التوبة. وهنا أصلا في قوله اطلبوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. في قوله تعرضوا لنفحات رحمة ربكم فيها أن الحسنات يذهبن السيئات، فيها أن الحسنات يذهبن السيئات، ولذلك قلت لكم أن يتعرض لرحمة الله جل في علاه لو كان الشرك يبقى لابد من توبة، لأن هذه الرحمة وحدها لا يمكن أن تصل المرء إلا بتوبة، لأن العبد المشرك لا يقبل منه عمل، وما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. اطلبوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله جل في علاه، فإن الله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عبادي، وسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. لكن أقول في قولي تعرضوا لنفحات رحمة ربكم فيها دلالة على أن الحسنات يذهبن السيئات، لأنها من رحمة رب الأرض والسماوات، فإن الله نفحات من رحمتي يصيب بها من يشاء. أنا قلت دائما إذا وجدت الفضل والخير يناط بمشيئة الله جل في علاه وجب عليك أن تعتقده بزيادة معينة. ما هي الزيادة؟ لابد أن تعتقده بزيادة معينة، وهذه الزيادة هي أهم ما تكون. ما هي الزيادة؟ حسن الظن بالله جيد، لكن ليست هي حب الله العبد الطلب بيقين منه ممتاز، ليست هي. ماذا أفعل؟ أين حجر؟ سيقتلني حجر. الإجابة عندك يا حجر، عطاء الله عظيم هذا صحيح،
الإلحاح في الدعاء على نوم القدر. لا، ممتاز ممتاز ممتاز، لست هذه الإجابة. الإجابة عندما يقول فإن الله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء، نقول يصيب بها من يشاء عن علم وحكمة، يصيب بها من يشاء عن علم وحكمة، حتى لا يحسب ولا يحسب أحد أن المشيئة هنا على التشهي. وإذا ومن حسب أن المشيئة على التشهي يكفر، ولأنه يصف الله بالظلم، يقول شاء أن يرحم هذا وشاء أن يعذب هذا. نعم، لكن مشيئة الله لازمة لإيش؟ العلم والحكمة. إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يبقى إذن المشيئة هنا ليست تشهيا، بل هي عن علم وحكمة. هذا أمر جلل كان لابد الإنسان أن يعلمه وأن يمحص النظر فيه. أما قال الله جل في علاه: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. واختيار الله جل في علاه في هذا الباب يكون عن مشيئة وعلم، حتى قال: وأضل الله على علم. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. نعم، يصيب بها من يشاء من عباده. هنا يصيب بها من يشاء من عباده أيضا فيها لفتة بيانية عظيمة جدا. لما ذكر من يرحمه الله جل في علاه أضاف إليه إضافة تشريف، أضاف الله إليه إضافة تشريف من عباده. ولذلك قال: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي. ولما قام عبد الله يدعوه، فهنا الإضافة إضافة التشريف هنا في هذا الباب. السؤال بعد 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 الدرس. قال: وسأل الله أن يستر عوراتكم وأمن روعاتكم. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. سبحان الله سبحان الله، يعني قد يكون المرء كأنه وسط البحر، ما في أي جبل يتوارى منه بحال من الأحوال، مكشوف للشمس وللدخان وللسحاب وللسماء ولكوكب المريخ وللمشتري ولكل شيء، لكن أيضا يكون الله تعالى في عونه يستر عليه ويستر له، والله جل وعلا له حكم وشؤون في عباده. قال: نستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقال في الحديث الذي بعده: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الخير دهركم كله، مع ذلك في دهركم كله. والمعنى كما قلت أنك بعدد أنفاسك أحوج ما تكون إلى ربك جل في علاه، فسعى سعيا حثيثا أن تظهر ذلك اعتقادا وعملا، بأن تصرف كل عباداتك لله جل في علاه، وأن يمتلئ قلبك حسن ظن بالله، وأن تعلم يقينا أن ما قدره الله لابد أن يكون، فلن يتقدم شيء ولن يتأخر إلا بالله جل في علاه. هذا يقين، وعليك أن تستيقن من ذلك، وأن تعلم أن جمعية القلب إذا اتجهت للرب ورب العزة لا يمكن لك بحال من الأحوال أن تهتز في هذه الدنيا، أو تفتقر لشيء في هذه الدنيا، أو يميل قلبك لغير ربك بحال من الأحوال. أن تستعيش ببدنك مع الناس وقلبك يكون ممن يطوف قلبه بالعرش، يكون في السماء، وستكون كذلك عند ربك جل في علاه. ثم ختم الباب بقوله: سأل الله من فضله. طبعا سأل الله من فضله هنا عموم مهم جدا لابد أن نقف معه. ما هو العموم الذي نقف معه هنا؟ يعني الآن بقى أنا سأتضايق لما لا أجد انتباها معي، أنا انشغلت عنكم بعض الشيء، والله الأمور مهمة جدا، ولكن قلبي معكم وعقلي معكم، فلم يضع علي شيء مما أريده. الآن كونوا معي منتبهين. يقول: سألوا الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل من فضله، وأفضل العبادة انتظار الفرج. دعك الشطر الثاني سنبين جملة الخير الذي فيه، لكن هنا قال: سألوا الله من فضله. هذا يعني هذا 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 عموم. أين العموم؟ ولما العموم؟ وما يفيدنا هذا العموم؟ هذا الذي أريد منكم. فضل الدنيا والآخرة. نعم صحيح، هو العموم. السؤال بالقول والفعل والاعتقاد. فضل نكرة، لا نكرة مضافة، ماشي مضافة خلاص، عرفت بالإضافة فتعم. فضل الله زين، فضل الله والله تفيد العموم. ممتاز ممتاز التأصيل ده، أنا أحب التأصيل.
معرفة لأنها مضافة، إضافة معنوية تفيد التعريف. ممتاز ممتاز يا هبة، ممتاز، تفيد التقعيد لسعة فضله. طيب نسأل الله في كل شيء تصرف العبادة لا ممتازين ممتازين. هو طبعا هنا في قوله للفعلاء سلوا الله من فضله، سلوا الله من فضله، هي أيضا فيها كما قلت لفت الانتباه إلى الاعتقاد وساحة الاعتقاد بغنى الله للفعلاء وبفقر العبد، وهذه مهمة جدا جدا جدا. لو العبد وصل لهذه الدرجة أن يفتقر إلى ربه للفعلاء وأن يظن الظن اليقيني، ما أقصد الظن، أقصد بالظن هنا الظن اليقيني بغنى الله جل وعلا مع شدة فقر العبد، وأن العبد عند سؤال الله جل وعلا يكون متعبدا لله لا يزيد في ملقه شيئا بعبادته، وأنه يميل ميلا كاملا بجمعية نفسه وقلبه لله جل وعلا سيرتقي ارتقاء عظيما جدا، لا سيما وأن الله جل وعلا يجعل التوحيد الذي في قلبه يمتلئ ويتكامل فتستتم له الهداية التامة مع الأمن التام. سألوا الله من فضله، وطبعا خير الفضل هو فضل الآخرة، وفضل فضل الدنيا يأتي تابعا، فإن الله يحب أن يسأل من فضله، وقال فإن الله يحب أن يسأل من فضله، وهذه أيضا فيها إثبات المحبة لله جل وعلا، فيها إثبات المحبة، وهذا عجيب، يعني الإنسان يحب ما يفتقر إليه ويحب ما يتمناه ويشتهيه ويحب ما تهفو النفس إليه، صحيح ولا لا؟ لكن هنا محبة الله مع الغنى، لعل لها هذه المسألة العظيمة فيها شيء عظيم جدا، لعل الإنسان لو محص النظر فيها وجد أن الله مع غنى، وأن الله جل وعلا الذي له الكمال المطلق والبهاء المطلق يحب أن يسأله العبد من فضله لأمرين اثنين. الأمر الأول كما قلت لكم أن هذه العبادة لا تزيد في ملك شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يحب أن يسأل من فضله، فيه كما قلت بيان أن عبادة المرء يعني وهو الغني عنها يحبها لأمرين. الأمر الأول أن الله جواد كريم، أن الله جواد كريم، فالله يحب من يسأله ليعطيه. أنت رأيت حاتم ورأيت كل من ضرب له مثل في الجود، تراه يحب أن يمر عليه أحد ليجلس ليأكل ليشرب ليجود عليه، ترى إنسان ما يرتاح قلبا ولا بالا إلا أن يسير في طريق يرى فيه الإعواز عند الناس فيسد الإعوازات وقضاء الحاجات. فما يعني قلت لعل لها في هذه المسألة لعل لها عمق نظر كبير، ألا وهو أن تعلم بأن الله وهو الغني الذي يملك السماوات والأراضين، وأن عبادة المرء يعني لا تزيد في ملكه شيئا، هو يحب هذه العبادة من العبد ليعطي العبد لأنه جواد كريم، لأنه جواد كريم، فهو يحب أن يعطي. وكما قلت الجواد الكريم تراه يكرم كل من احتاج إليه، وإن لم يحتاج إليه أيضا أكرمه، لأنه صار الكرم خلة من خلاته، فيسير في دمه في عروقه لا يتوقف. ولذلك قال إن الله يحب أن يسأل من فضله، إن الله يحب أن يسأل من فضله. شوف هذا كلام جميل جدا، إن الله يحب أن يسأل من فضله. وأفضل العبادة انتظار الفرج، وأفضل العبادة انتظار الفرج. فقال أفضل العبادة انتظار الفرج، هذا فيها أمور كثيرة جدا جدا جدا، أنا سأسردها لأن الوقت تأخر، سأسردها عليكم فقط سردا أو أسألكم فيها، الأمر إليكم. قال وأفضل العبادة انتظار الفرج، كأن انتظار الفرج هنا أفضل من الدعاء، قال سأل الله من فضله ثم قال أفضل العبادة انتظار الفرج. هذا فيه كثير من الأمور العظيمة التي تكون في مكنون انتظار الفرج. أنا أريد الذي يتكلم يبدأها من أولها وينتهي لآخرها، بالله عليكم حتى نكون يعني أكون ختمت الدرس هنا بما يكون فيه الفضل
لكم ثم الخير لي أتعلم منكم. نعم. وأفضل العبادة انتظار الفرج، أي ارتقاب ذهاب البلاء والحزن بترك الشكاية إلى غير الله أكبر على هذه، والحزن بترك الشكاية إلى غيره تعالى، وكونه أفضل العبادة لأن الصبر في البلاء انقياد للقضاء. ممتاز ممتاز. هي طبعا هذه تعتبر شطر الإجابة أو مفتاح الإجابة. ممتاز ممتاز. انتظار فرج في صبر مزي رقيب. ممتاز أيضا. دعوني أستجب. ممتاز. طيب خلاص بقى أنا إيه. وهب أيضا قد خبرية تفيد الإنشاء وهو واقع وأبلغ. ممتاز جدا ممتاز جدا. طيب لأن هذه أيضا مفتاح. طب سأقول لكم الترتيب. حجر قال يقين حسن تام تمام الظن. طيب خذوا ما عندي دون شرح ممكن، والشرح بقى لكم وأترك لكم الأسئلة بعد ذلك. هذه بص شوف الجزئية، هذه جزئية فيها 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 ضبط استقامة العبد، ضبط استقامة المكلف. أول شيء فيها حسن العبادة بحسن الصبر على أقدار الله جل في علاه. حسن العبادة بحسن الصبر على أقدار الله جل في علاه. نعم. الثاني كما قال الزول هو الآن حسن الظن بالله جل في علاه، على حسن الظن بالله جل في علاه، لأنه لما صبر على أقدار الله المؤلمة الذي يصبره أيضا أنه يعلم أولا أن في هذا الخير، ويعلم إحسانا بالظن بالله جل في علاه أن الله يأتيه بالخير وقريب التفريج، كما قال الإمام الشافعي دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن الليل إلى خالي البال ما بين طرفة عين وأخرى وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. عندما يكون الكرب شديد على الإنسان وينتظر الفرج فإنه يبتهل، لأن هذا داعي إلى الدعاء، هذا داعي للدعاء، لأن من الانتظار لازمه رفع اليد بالابتهال، الابتهال والتضرع وإظهار الفاقة والفقر والإعواز لله جل في علاه، وهذا مطلوب مرغب فيه محبوب يحبه الله من العبد. وفيها أيضا إبهام العطاء في الصبر، فهو نصف الدين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأعظم الصبر على أقدار الله المؤلمة. وفيها أيضا عجب الله، إذا قال أفضل عبادة انتظار الفرج، ليش؟ فيها عجب الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربكم من عباده يقنطون، أو يعني شارفوا على القنوط، لأنه لا يقنط من رحمة الله إلا الكافرون، لكن يقنطون يعني شارفوا على إيش؟ على القنوط. قال يقنطون مع قرب غيره، فالله يعجب من ذلك، هم خلاص بلغوا إلى المدى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. قال يعجب ربكم من عباده يقنطون مع قرب غيره. لذلك كان في انتظار الفرج إن لم يكن فيه إلا أن نتعلم بصفة العجب لله جل وعلا، أن الله يعني يعجب من عباده يقنطون مع قرب غيره، على أنهم بلغوا المدى وما زال الأمر عندهم، وهو على قرب الانتهاء، على قرب التفريج، وهم على قرب أن يقعوا في المحظور الذي لا يحبه الله جل وعلا. فالله يغيثهم في هذه اللحظة في التو، فالله يغيثهم في هذه اللحظة فينقذهم بالتفريج فلا يقع في القنوط، لأنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فانظر إلى مثل هذه الأمور التي للمكلف في هذه الجزئية فقط، فإن الله يحب أن يسأل من فضله. وأفضل العبادة انتظار الفرج، يعني بعد السؤال انتظار الفرج، ويعلم بأن الله جل وعلا يقينا أن الله جل وعلا يقينا سيفرج عنه. طيب الفوائد المستنبطة. أصوليا من العام ما يراد به العموم، ومن العام ما يكون مخصوصا، ومن العام من العام الذي يراد به الخصوص. اطلبوا الخير دهركم، قلنا الخير هنا مخصوص، أن لا يدعو بقطعة رحم أو إثم أو ما يشتبه عليه فيحسبه أنه يدعو بخير. لا يستتم توحيد العبد في قلبه حتى يميل بجمعية قلبه لربه في جلب الخيرات ودفع المضرات.
إثبات صفة المحبة لله جل في علاه، إثبات صفة المحبة لله جل في علاه. فاضل فائدة وهتكون رابعة ونأتي بالخامسة، يعني هنا الأحاديث بأسرها التي جاءت تستحث وتستنهد الهمم لدعاء الله جل في علاه أغلبها يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سألوا الله، ما قال سألوا ربكم، مع أن المقام مقام عطاء ومنع ورزق كلها من لوازم الربوبية، لكن هنا أبلغ سألوا الله لأنه لما يتضرع شفنا قدم الإلهية لأن هذا المقصود الأسمى، وقدم الإلهية لأن هذا هي قضية الكون الكبرى، وقدم الإلهية على أنها لن تكون إلا بعد اعتقاد الربوبية. فلذلك قال: فإن الله يحب أن يسأل، من فضله أنه يعتقد المرء في ربه جل في علاه أن الفضل له وأنه الذي يعطي ويمنع فيبتهل، والابتهال من الدعاء. لذلك قدم الإلهية التي هي قضية الكون الكبرى التي هي المقصود الأسمى، ولأنه لا يمكن أن يأتي بها العبد إلا أن يصح اعتقاده أولا، يعني لا يمكن أن يأتي بها العبد إلا أن يصح اعتقاده. لذلك قلنا الإلهية تتضمن الربوبية، الإلهية تتضمن الربوبية. ما من بلاء إلا وسيكشفه الله جل في علاه، ما من بلاء إلا وسيكشفه الله جل في علاه، لأنه قال أفضل عبادة انتظار الفرج، وهذا على التعميم في كل حال، فإن الله جل وعلا إذا ابتلى سيفرج وله حكم وشؤون في عباده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.